أبناءنا الأبطال، كلي فخر أن أنوب الأخ قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي لمشاركتكم مع بعض من زملائي الشجعان لتكريمكم بما بذلتموه من جهود متميزة مع جميع إخواننا وأبناءنا منتسبي المقاومة الوطنية لتحرير الساحل الغربي والوطن من عصابة الميليشيات الحوثية الإجرامية الإيرانية التي عمدت بدماء زكية عزيزة على قلوبنا وقلوب كل مواطن حر وشريف. حقيقة نلتم إعجاب وتقدير قيادتكم وأبناء شعبنا المؤمل فيكم خيرا باستمراركم مع زملائكم بالنضال والصمود والتحدي والتضحية حتى تحرير كافة أراضي الوطن واستعادة دولتنا التي يسودها النظام والقانون بحيث ينال كل فرد من أفراد وطننا استعادة كرامته والحفاظ على الدين وإعادة تحقيق أهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. وتقديراً لكل ذلك أسطر قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي توجيهات كريمة برفع أسماء عدد من المبرزين والمتميزين لتكريمهم بمناسبة مرور العام الثالث لانطلاقة المقاومة الوطنية في الساحل الغربي. اثنين، وعليه تم الرفع بعدد 150 فرداً من مختلف قادة الوحدات والشعب والألوية والأركانات بتوقيع رئيس عمليات المقاومة. ثلاثة، وعليه عمد كشف الأسماء من قبل الأخ قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي وأمر بمنح شهادات تقديرية مع مكافأة لكل من ورد اسمه في الكشوفات المرفقة بأمر الرقم 1598 وتاريخ 11 مايو 2021. للعلم والإحاطة بأن هناك الكثير والكثير من المتميزين بين صفوف القوات المقاومة الوطنية سوف ينالوا نفس هذا الاستحقاق في نفس هذا اليوم من التكريم الذي نلتموه على دفعات متتالية في الأعوام القادمة حتى تحرير العاصمة صنعاء بإذن الله تعالى الموفق. ودمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الملك سعيد قاسم الشدادي، مشتاق عبد الرحمن الزريقي، حاشد دبوان الغضب، عبد الله محمد علي الأديب، محمد منصور محمد ناجي زين، علي ناصر أحمد الموسمي، محمد سعيد أحمد شعلان، سالم علي صالح غانم، حمود علي صالح ضبعان